السلام عليكم. احنا قربنا ان شاء الله، بقتنا شي 15 دقيقه ان شاء الله باش نوصلوا. الله يجازيكم بخير. اول شيء هو ان احنا غادي نزلنا وغادي نزلوا حتى غادي نتلاقاو في الرصيف. الرصيف هو لتحت، فكاينه واحد القهوه، قهوه الامل. المهم اللي غتكونوا نتوما نازلين راه كاين زناقي كيتشابوا، اي واحد سولتو غايقول لكم الرصيف. دابا حنا فين غنزلو؟ غادي نمشيو للفتحة ونهبطو مع مدينة قديمة والسوق إلى آخره. المهم طبعا راه ما يمكنناش نمشيو مجموعة كاملة في مرة واحدة، هادي راه معروفة، كل واحد والاحتياجات ديالو، كل واحد شنو كيبغي. إذا لا دخلتو المحلات ولا هذا، حتى إلا مثلا ما دخلتوش ولا شي حاجة، غتسول أي واحد تقول له بغيت ننزل للرصيف. باب سينما الامل. المهم غادي يوريك راهي طريق وحده تم تحت، وفي الساعه الثانيه ان شاء الله حدا هذيك سينما الامل كاين تما قهوه. اللي وصل تما يجلس يرتاح مع الجوج ان شاء الله. غنعيطو على عمر باش يجي مورانا، نمشيو ان شاء الله نتهكاو. صافي، شكرا جزيلا.